الفاتحة ورحمة الله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقاد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من هذه الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت وزن أنا واهتم بصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأفات وتقضيننا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى غايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوة ويقضي وسجودنا سجود المتضرعين وأعمالنا أعمالا صالحين ونيتنا يا الله أهل البيت رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولأستاذاتنا ولجيراننا ولأهل بيتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واتبع بيننا بينهم بالخيرات وبالرحم وأنت خير الراحم اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يحافك ولا يرحمنا اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وانصرنا بالإيمان وأدخلنا جنة مع الإيمان اللهم أعفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وسر الدنيا وسر الآخرة فالله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدنيا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا ومغفرة بعد موتنا اللهم حوين علينا في سقرة موتنا ونجاة من النار والأفواء عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك سلامة في نكهني وهيو بردان برحمتك يا أرحم الراحمين في صحة وسلامة وقوة عبادة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفعنا البلاء والوباء والفحشاء وتؤنا البغياء وسدائد والمهن وما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا هشا ومن بلدان المسلمين أما إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
صلى الله على نبي محمد يا ربي صل عليه وسلم. Mm-hmm.